متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم صارت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، منطقة حفر الباطن، المنطقة الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار. الأحوال الجوية الغير مستقرة مستمرة خلال الساعات القادمة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض. خلال هذه الليلة تكون الأجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من رعدية من الأمطار، 28 درجة مئوية الملموسة، 30 الرطوبة، 70%، أما الرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 17، عرعر 25 إلى 15، تبوك 30 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 24، جدة 29 إلى 25، مكة المكرمة 36 إلى 25، أما الطائف أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أيضا تشهد أجواء غير مستقرة في المرتفعات الجبلية، تكون الفرصة أيضا مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر. الباحة 23 إلى 16، أبها 25 إلى 16، وجازان زخات من الأمطار 33 إلى 27 درجة مئوية. ننتقل للمنطقة الشرقية، أيضا أجواء غير مستقرة في الدمام، زخات رعدية من الأمطار متوقعة 30 إلى 25، حفر الباطن 29 إلى 18، والإحساء أيضا زخات رعدية من الأمطار 35 إلى 24 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 35 إلى 24، مع تفرق بعض الغيوم، بريد رياح نشطة وتربة مثارة 28 إلى 19، وحائل 26 إلى 15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.